محمد المطيري أو كويلي هو يوتيوبر كويتي شهير جداً، وتحوز فيديوهاته على ملايين المشاهدات، إذ يتابعه نحو 5 ملايين شخص على قناته الخاصة التي يقدم عليها حلقات غنية بالآراء والمعلومات والأفكار المتنوعة. إلا أن الفيديو الأخير الذي شاهدتموه أحدث جدلاً كبيراً بين متابعيه وإدارة موقع يوتيوب أيضاً. ماذا حدث؟ فالموقع قرر حذف هذه الحلقة لما احتوته من معلومات اعتبرها غير صحيحة وغير دقيقة حول حقيقة منشأ فيروس كورونا المستجد. فكويلي تطرق لمعلومات وتسريبات الدكتور فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن وما تضمنه من حقائق حول نشأة الفيروس. لكن قرار موقع يوتيوب فتح جدلا كبيرا بين متابعي كويلي، فبينما أيد البعض قرار يوتيوب ودورها في الحد من المعلومات المغلوطة، اعتبر فريق كبير من المتابعين بأن مواقع التواصل تحد من حرية الرأي والتعبير والاستقصاء، خاصة أن التحقيقات ما زالت مستمرة في موضوع نشأة الفيروس. حتى الآن لم نصل إلى معلومة نهائية مؤكدة. كويلي بدوره عبر عن غضبه من حذف الفيديو وعبر عن استيائه وصدمته عبر حسابه على انستغرام قائلا بأنه يعاني ضيقا شديدا مما حدث معه لأنه بذل جهدا في الحلقة لتحذفها يوتيوب في النهاية بكل بساطة. طبعا معي الآن الحديث أكثر معي من الكويت اليوتيوبر نفسه أستاذ محمد المطيري كويلي للحديث. أهلا بك محمد معنا في منصات على سكاي نيوز عربية. طبعا اليوم يعني الجزء الأكبر سيكون عن التعبير مشاعرك بعد حذف هذه يعني الحلقة، أنت اعتبرتها مهمة هم اعتبروها بشكل آخر، سأغوص معك في التفاصيل. لكن كيف حسيت؟ هل رأيت أن السوشيال ميديا اليوتيوب وغيرها تنتهك حريتك في التحقيق الاستقصائي مثلا؟ شوف أنا في البداية ما أقدر أقول أن هذا الموضوع صار معي من زمان، لا، من موضوع فاوتشي تحديدا بالضبط تسريبات فاوتشي بديت ألاحظ اللي هو لا من موضوع الكورونا اللي بنتكلم، لأن الكورونا من بداية الكورونا صار أي أحد يتكلم عن الكورونا عن منشأ الكورونا عن هل هو مصنع هل هو طبيعي هالأمور هذه. بالبداية اليوتيوب كان يحجب الإعلانات وهذا أقل شيء كان يسويه وما أعتبره شيء، يعني لما أنه يحجب الإعلانات من مقطع بس أكون أنا تعبان على المقطع الناس قاعدة تشوف المقطع هذا بالأخير. هذا الشيء اللي صار معي على المقطع الأخير كان مختلف تماما، يعني أول مرة اليوتيوب يرسل لي رسالة تحذير إنه لأن هذه المرة الأولى إحنا ما راح ننزل عليك إنذار، إحنا في قانون باليوتيوب اللي هو إنذار أول إنذار ثاني إنذار ثالث تنحذف القناة نهائية، ما تقدر تفتح قناة على اليوتيوب مثل HR هذه. اي نفس الشيء نفس الطريقه هذه. فعطوني تحذير ان هذه عشان المره الاولى، وهذا اول مره يصير معي انا باليوتيوب. طيب. كله انا من 19 باليوتيوب ومحتواي ممكن يكون شوي حساس لان مرات اتكلم عن مواضيع سياسيه مرات اتكلم عن قصص جرائم قتل والامور هذه، فاليوتيوب شوي يعني يعني يعطيك اللي لا تتكلم عن المواضيع هذه مثل الجرائم والامور هذه. انت بس هذا محمد وصلت فكرتك، لكن محمد اليوم نحن نتحدث عن موضوع هز العالم، يعني حقيقة مسألة نظرية المؤامرة يحتاج إلى تدقيق. يعني أكبر حكومة في العالم الولايات المتحدة هي لا تعرف أصل أو منشأ هذا الفيروس وتريد التحقيق فيه. أنت من أين أتيت بهذه الأدلة أو يعني التي طرحتها سواء فاوتشي أو غيره؟ لا الحين امريكا تدري عن الموضوع هذا لان تسريبات فاوتشي اللي طلعتها الحكومه الامريكيه الاخير، يعني مو تسريبات انا جبتها من عندي. الموضوع هذا من اسبوعين، في ناس مو راضيه تستوعب الموضوع، موضوع تسريبات ايميلات فاوتشي دكتور فاوتشي من اسبوعين وتم نشره عندي اللي هو اللي كشفت عن هذا التسريب هي صحيفه واشنطن بوست وتم نشره على الصحيفه الرسميه تحت بند حريه المعلومات، هذا بامريكا من اسبوعين، وفي قنوات عربيه وقنوات قنوات عربيه وقنوات عالمية تكلموا عن هالموضوع منهم CNN BBC القنوات العالمية متكلمين. لكن هو فقط محمد هو فقط نفى أن يكون منشأ الفيروس من الصين، هو قال تطور طبيعي، يعني ما الجديد الذي طرحته في الحلقة؟ هذا تتكلم عن منه عن فاوتشي؟ نعم
اي فاوتشي نفى بالاعلام، هو نافي بالاعلام من اول بدايه الكورونا اصلا، من اول بدايه الجائحه، فهو نفى بالاعلام. بس الايميلات اللي تسربت اللي نشرتها صحيفه رسميه، صحيفه واشنطن بوست وتحت بند حريه المعلومات، لما نشروا هالمعلومه هذه نشروها، كان الايميلات شنو كان فيها؟ انا اللي عرضتها باليوتيوب مثلا، اللي حذف فيه اليوتيوب هذا، اللي عرضتها باليوتيوب كان الايميلات تتكلم عن ان الفيروس مصنع وان في تواصل بوهان. الموضوع هذا كله انا قايل لك كنت باليوتيوب. مو هذا الغريب الموضوع، الغريب الموضوع ان في قنوات عربيه، منها قنوات يوتيوب ومنها قنوات تلفزيونيه، نزلوا الموضوع هذا نفس موضوعي بالضبط، موضوع تسريبات فاوتشي. اللي تكلمت عنه وقلت ان انا كنت متضايق منه، هو ان انا الوحيد من اللي تكلموا عن هذا الموضوع. طيب. اللي انحذف مقطع. وانت محمد ما تعليلك يعني هنا، انت قلت من 2011 تقدم حلقات، يعني تقدم امور كثيره، لماذا هذه المره؟ يعني ما الحساسيه في هذا الموضوع؟ وايضا لماذا انت؟ يعني ما الذي كيف تعلل هذه المساله؟ شوف، هذه مشكله اليوتيوب. اليوتيوب مشكلته مع صناع المحتوى العرب، الاجانب غير شيء ثاني. اوكي، فالعرب يعني اليوتيوبر العرب ما يعطونهم المجال، عرفت؟ يعني انا حاولت اني اتواصل معهم عشان اتاكد عن الموضوع، يعني انا عادي اوكي مشكله في، هو حاطين السبب معلومات طبيه مغلوطه. انزين، مو معلومات طبيه مغلوطه، انت عطني شنو المعلومات الطبيه المغلوطه؟ المعلومات الطبيه انا ما قلت معلومات طبيه نهائيا، كانا كشخص رايي ان والله الكورونا مصنعه ولا مصنعه، هذا ما قلته. الكلام اللي كنت اقوله فقط ايميل، اعرض صوره ايميل فاوتشي وتواصل مع فاوتشي وهذه الامور، بعدها حط فيديو حق فاوتشي شنو يقول بالاعلام. يعني الايميلات تكون واقع فاوتشي تحت الاعلام. طيب. والاعلام شنو هو يتكلم فيه. فانا ولا معلومه قلتها من عندي، كل المعلومات فقط ايميل. وصلت الفكره. شكرا لك من الكويت، اليوتيوبر محمد مطيري كويلي، شكرا جزيلا لك.